بانت لكمش سبتهم ليليا، سبتهم ليليا واش بانت لما بانتش. دونك واحد اللي كيمحي لك واحد الاثار ديالك وكيردك انت مستعمر، انت مستعمرك اسبانيا ودات لك جزر الخليدات ربما بزاف الجزر، ندخلوش في الديتاي، ندخلو في اللي باين اللي هما سبتهم ليليا. اليوم سبتهم ليليا المغرب كيدير لا استراتيجي ديالو دو لونك سوفل، ديال السفل، اللي عنده السفل هو اللي غادي يصبر. المغرب الى فيرمي لي فرونتيير باسكو سبتهم ليليا il respire par le Maroc، il respire par le Maroc، c'est le Maroc qui concentre tous les produits ديال سبتهم ليليا، سي لو برينسيبال. وهذوك الشيء بالاضافه نفسر المغاربه وهاد الناس الاعداء ديالنا، وكانوا كيشوفوا دوك لي فام مولي اللي كيهزوا السلعه فوق دهوراتهم اللي كيخدموا بعرقهم، كيما درنا حصلنا كيعيرونا بروستيتيسيون، شويه كيعيرونا بالعيالات اللي كيخدموا، الا مشاو داروا بروستيتيسيون يعيروهم، الا خدموا هزوا دخل كيعيرون بلي مولي. هادوك لي فام مولي علاش كيدخلوا في دهوراتهم؟ غير التنبيه الناس اللي ما عارفينش علاش، لان السلعه كي كتجي فوق ظهر الانسان ما كتخلصش لا تاكس، معفيه من الرسوم الجمركيه. لذا التجار ديال تطوان ديال كاسيخو يفضلون استعاره، يخلصوا خدامات يمشيو يجيبوا لهم السلعه مليه ويخلصوهم، اولي باش يجيبوهم في كاميون ولا في كونتينر، لان غادي يخلص دي تاكس وما تبقى ليهش لا مارش فين غادي يربح. هذا هو المنظر اللي كيشوف. وهذيك السلعه اللي كتجي من تماك، الخطا اللي دار ربما انا ما عارفش سو كي تي بريباري، نورمالمون الحكومه ديالنا كانت تنبا لذاك الشيء بلي غادي الحدود تسدها واحد النهار، كانت توجد واحد البنيه تحتيه التي تستوعب اليد العامله وتوجد الحمايه لهذوك الناس، الحمايه الاقتصاديه والحمايه الاجتماعيه لذوك الناس كي غيوقف داك الشيء، لان كيعايشين منه. عندك وجده بالحدود ديالها، من وجده وجده هي لو بومون ديال الجراده وديال التوريرات وديال العيون ديال وجده وديال التويسات وديال بني وكيل، هي والنعيمه هي البومون كيتخدم وجده، كلشي يعيش مع وجده. عندك وجده والمناطق اللي على الحدود اللي هما بني درار واحفير وبركان، الحمد لله بركان فلاحيه 100% وكتصدر تصدر جميع انواع الفواكه بالخصوص الليمون وفواكه اخرى والخضار، هذيك عندها لوتوسيفيزونس وهي كتصدر المغرب كامل وتصدر لاوروبا. وجده منطقه شبه جافه كتعتمد على التجاره بزوج متضررين، راه ماشي غير وجده، الجانبين مغنيه زويه بني بوسعيد ربان العريشه بوكانون بني سميتو سبدو هما ولاد نهار بني مستر بني سنوس، ديك المنطقة كاملة متضررة لأن كانوا كيتعاملوا بيناتهم بالطرق، عطيني نعطيك، تعطيني خضر نعطيك ليسونس، تعطيني الحوالة نعطيك كذا، حتى من الحيوانات كانوا كيتبادلوا تماك، كانوا الناس عايشين. كانت زوية هي العاصمة ديالهم، زوية كانت هي مكة ديالهم، زوية كانت النص في المغرب والنص في الجزائر وكيتلاقاو فيها وكيديروا التبادل سواء بالفلوس سواء بالسلعة، تعطيني سلعة بسلعة وكانت أمور غادية مزيان في الزوية في الحدود ما بين وجدة. الجزائر كتحارب الكونتروبوند، وهذيك البلاصة ما فيها لا حشيش لا والو، فيها تجار عاديين من الجزائر المغاربة، هذيك المنطقة كلها دابا كاينة في البؤس، لا من الجهة ديال الجزائر ولا من جهة المغرب. المغرب دابا فكروا يديروا ان تكنوبول كيصوبوا في تكنوبول باش كرياسيون دومبلوا، ان المغرب عمر فكر يدير استثمارات، يدير استثمارات اللي كتستوعب اليد العامله في الحدود، لان الاستراتيجي ديالو عارف ان الجزائر دوله في اي وقت تقدر دير معاه حرب، يتنبا لهذا الشيء، او اوبيراسيون دو سابوتاج، اوبيراسيون ديال كما عارفين ديال التخريب، تخريبيه. ما داش وجده سبعه متضرره، هما المناطق ديالهم متضرره اكثر من ديال المغرب، لان ما كتوصلهمش حتى المسائل الاساسيه. اما وجده كومام بوجده الناس، شكون هز وجده الصراحه؟ اما الموظفين اللي ولادهم موظفين داخل التراب في الرباط في كازا وكذا، والاغلبيه الجاليه المغربيه اللي كاينه في هولندا والمانيا وفرنسا. اذا الحكومه ديالنا خاصها تفكر في الناس ديال الشمال ودير استثمارات فين تستوعب اليد العامله من شباب
ونساء ودير الحمايه، كيما الحمايه راه تبروبازات الحمايه الاجتماعيه، وتفكر لان ديك المنطقه ما بقاش الناس يلقاو باش يعيشوا، ولكن ايزون مي اون كريز لاسبان، لاسبان غادي تموت، حتى ان الجزائر اقترحت على اسبانيا باش تبقى هي زفت الشعب ديالها ياخذ السلعه من ليليا. دونك ومين كتقلع مع هذيك الغزوات اللي دوينا عليها اللي كياخذوا من عندنا الفن ديالنا ديال المضرومه اللي حدا السعيديه، يا بورسي قالت لك داك البور اللي كان ماروكان فرنسا دارت فيه الدرابو فرونسي، من تما غادي يديو السلعه لمليليا تقريبا بوكو دو كيلومتر باش يوصلوا لمليليا. والدوفيز ما خدامش، الجيري الفلوس ديالها طايحين، مليون مليون قول 200 اورو، قول 20 اورو يديروا مليون، 1 مليون جزائري 20 اورو 300 درهم باغ اكزومبل، 300 درهم جزائري مغربيه كدير مليون جزائري، ماكسيموم 400 درهم، ولكن مع لي شونج ولي كومبرومون ديال ما يقبلوش الفلوس ديالك، مليون كيصرفوه لك ب 20 اورو مليون جزائري، خاصك دير معاك فاليزا باش تاخذ واحد 1000 اورو باش تقدا بها. دونك سي كومبليكي او نيفو دو شونج باسكو في الجزائر ما كيتصرفوش وغاديين كيطيحوا. باغ كونت المغرب كيدار مع الاورو قريب قدام قريب بيناتهم 10 دريال فهمتي درهم كاع ماكسيموم. دونك المغرب عنده لا فالور ديالو او نيفو دي زيشونج ديال لي دوفيز، لهذا الصحراء ما عندها حتى علاقه بفلسطين وفلسطين ما عندها حتى علاقه بالاخر. الصحراء ارض مغربيه 13 قرن، فلسطين عندها مشكل عقائدي كلها وارتباط باش يرتبط بها، مشكل هذا ما نقدرش نحلو انا او يحلو شي رئيس دوله، مشكل هو ضروري ما يتحل ما بين الشعبين، يكون تمازج، يكون يتقبلوا بالتمازج الثقافي والتمازج العرقي والتمازج الديني كما احنا قابلينه في المغرب، عندنا جميع الديانات وجميع الاعراق وعايشين بخير وعلى خير، وكتجمعنا امه واحده اللي هي الامه المغربيه، وما عندناش ميج عنصري، ما عندناش ديك لا ريجيوناليزاسيون هذا يكره هذا، كنحماقوا على الشلوح والشلوح كيحماقوا علينا، وانا ما عارف راسي واش الشلح لما كيقولوا لي جدك شلح واحد كيقول لي هذه. دونك اوني با تري انتريسي باغ نوتر اوريجين دي مومون كون حنا عايشين اون كوابيتاسيون، عايشين في اون فيزيون بحال بحال، ما عندناش فرق نقولوا انت الشلح ولا انت عروبي ولا كل شيء بخير وعلى خير، ولكن لا ينقص الا ان الدوله ديالنا الحكومه ديالنا تاخذ المسؤوليه ديالها وتجهز المناطق اللي هي خاصها تجهيز. حنا عارفين عندنا حرب وعندنا كل شيء، ولكن حنا كنخلصوا ضرائب وكنخلصوا بزاف ديال المسائل، الدوله خاصها تكون عند المسؤوليه ديالها، تشوف الشباب تكري اكثر اكثر ما يمكن من مناصب الشغل للشباب، لان الشباب هما الاكسجين ديال المغرب، هما لافوني ديال المغرب، لان الشباب الا غضب ما يبقى يحافظ لك لا على هويه ولا على تراث. ديجا دابا واحد يكون كاين ما خدام ما ردمت ليه على التراث يضرب معاك، قول كاش قربني انا لهذا الشيء، انا خصني صلاه. دونك الحكومه ديالنا كاينه الرعايه الساميه لجلاله الملك، ولكن خاص المرشحين يخدموا في هذا الاتجاه، اللي عنده شويه ديال الفلوس يدير استثمار، اللي عنده شويه ديال الفلوس باغ اكزومبل مو جو سو ريتريتي قبل ما نكون موظف، جو كريي دي زافير اللي كيخدموا فيهم الناس. الا درتي مثلا حوانت درتي غير محلابه ولا ريستوران يخدموا معك 10 ديال الناس، الكلوب اللي دايرينو حنايا يعني الكلوب اللي فيه الكره شحال كتخدم فيه تماك؟ قريب 40 واحد كتخدم تماك، 40 جمعنا لي دو انفيزيونيو في الجهه اللي كنشد انايا فيها تقريبا فوق 25 واحد، سي 25 فامي غير كو بوغ بتيت ايكول دو فوتبول. دونك اشاك فوا كو كالكان بونس يدير ان انفستيسمون يخدم 20 30 40 كل مغربي يخدم، داكشي ما يبقاش الشوماج عندنا، خاص لينيسياتيف بريفي تشجعها الدوله باش تكري هادشي، وخاص الدوله حتى هي تفكر في الشباب دير لهم سهوله الولوج الى مناصب شغل يكون عندهم، كيفكروا في هادشي وهاد الحمايه. حنا غادي نشوفها فين توصل الحمايه الاجتماعيه لايين. دونك المغاربه يردوا البال لهذا الخليط ما بين فلسطين والبوليزاريو، البوليزاريو سي الجيري والجيري سي البوليزاريو، والجيري واخا كتسمع الشعارات راه كتعاون فلسطين وكتمشي عند فلسطين وكتمشي تجاهد وكتعطي السلاح، وصرحوا على ان مام السلاح اللي كيضربوا به بغزه هما اللي صنعوه. ديواش حنا في هذا الشيء، حنا دوله ديال سيم، حنا دوله ديال سيم، كاش ما نعطيو بنادم باش يعيش وباش يتغطى وباش يتعالج ندخلوا به. اما من ناحيه الحرب ليست هناك تكافؤ، ولا يا با ان ايكيليبر ميليتير اونتر لا باليستين و اسرائيل، كيقول لك هما كيقول الحق خصهم هما الدري ما كتعلموش يبغي الحياه، سي غاف كتقول لك نحن نحب الموت كما هما يحبون الحياه، مي سي غاف كونت ان اونفون ما يبقاش يفكر في الحياه ويبغي يموت باسكو قراوها ليه، ما
سي با نورمال، باغي تدافع على حقك. كاين لي ميثود باسيفيك تمشي معاهم حتى تاخد لي دغوا ديالك. الناس غتساندك، ولكن من تشوفك كتخدم لا فيولونس راه ما غاديش يجيو دو طون كوتي، لان لو موند ا شونجي اوجوردي. بكري كنتي كتعمر دري صغير، كتعمر ليه شكارتو بالتي ان تي وكتزيفطو يتفجر، عنده 12 عام 10 سنين. الناس كيقول لك هذاك راه مشى للجنه، ان باغتي كتقول لك مشى للجنه. الناس كيمجدوا الشيخ ياسين، كيمجدوا هانيه، كيمجدوا مشعل، واحد اخرين كيشوفوا ارهابي كلهم كيفاش كيشوفوا، واحد اخرين كيشوفوا كريمينال كيستغل الدراري الصغار، كيقول لك كيستغل الصغار الصغار يغسلهم الدماغ ديالهم وكيزيفطهم. لا مانيير اللي داروا داعش مثلا، كون جو بارل كوم سا جو نو غولات كو دي فيت، راه كنحكي غير اللي وقع. جو نو فو دي با كو جو سوي دو سو كوتي ودو سو كوتي، با دي تو با دي تو. انا ما كنخاف حتى من واحد، وما كنخافش نعطي الريزونمون ديالي. انا الريزونمون ديالي قلت هادي 20 طون 30 طون كنت كندوي مع صحابي، كانوا دو بريفيرونس دوله واحده يعيشوا، يتفقوا كاع على درابو ولا يتفقوا على شي حاجه ويعيشوا دوله واحده، با لا بان يكملوا هاد الشيء باسكو الارض واسعه العالم كامل. مالوغوزمون ما تبعوش الحسن الثاني، تبعوا لي باناغابيست، دوك الناس اللي كيامنوا بالعنف والقتيله وكيقول لك خصنا نطوروا هذه ونطوروا هذه. باغ كونت بالنسبه للسلاح راه ما كاينش تكافؤ تما، بلا ما نبقاو نكبروا الموضوع. راه لو كان ما كايناش لا بريسيون سير اسرائيل، لا بريسيون مونديال والمظاهرات واوروبا كدوي وديك لا فيلغاريتي، والناس ما حنا ما باغينش داك العنف، ما باغينش الفلسطينيين يموتوا، ما باغينش. راه سمعتي السفير قال لك المغرب ندد بالهجوم الشرس للقوات الاسرائيليه على الفلسطينيين الابرياء. حنا ما باغينش كونطون بار كوم سا، اوني ريزون، حنا اوني سيريو. Quand on dit que nous voulons que lier, qui m'abroche et échoue ensemble, il dit le doulatine, j'aime bien, il est j'aime, il échoue bien, il est 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 bien, وكاينه كيفاش يحسنوا العلاقات. العلاقات ربما واحد النهار تلقاهم بحال المانيا الشرقيه مع المانيا الغربيه دايرين دوله واحده، ولكن ما خلاوهمش. دونك كل واحد كيفاش كيفكر، وكل واحد عنده الراي ديالو، ولكن اتونسيون نو فيزيوني با لافير باليستين لافير بوليزاريو كوم لاغ ماروكان لاغ الجيريان. اي غون ديفيرونس، اللبس المغربي والتراث المغربي والهويه المغربيه عندها 13 قرن وراها باينه. حتى الكاريزما ديال الدقيقي ديال مراكش، ما هو الكاريزما ديال الدقيقي اللي كيقول لك الدقه المراكشيه ديال بشاره ديال قناتها ولا الركبه ديال العبادله. دونك حنا على بال، حنا واعيين، ولكن ولادنا من بعد ما غاديش يعرفوا، لان كاين دابا واحد الصيروره، كاين واحد لا كونتينيتي دو بيغاتاج دو طونار دو طون ايدونتيتي، من الهويه ديالك. وعلى الوقت توقع كونفيزيون بوتي ان غويوم مي تو سي با. دونك المغاربه خصهم يحافظوا على هذا الشيء، اي اون ميم طون الصحراء مغربيه 1 مليار بورسون، والصحراء الفي دو جو كوا 7 فوا و 5 فوا لا سوبرفيسي ما بقيتش عاقل ديال فلسطين، وحتى هي ماتوا فيها ارواح وماتوا فيها شهداء وتعذبوا فيها ميليتار. دابا راهم اون غوتخيت وكيتشكاو من هذوك لو سوبيمون الراتب الضعيف ديالهم، ونتمنوا ان يشوفوا فيهم ويحسنوا لهم الوضعيه ديالهم ويستاهلوا كل خير. ان وكاين الشهداء اللي خلاو ايتام في الصحراء ماتوا، نعرف منهم العداد كيما اللي ماتوا في الناس اللي ساعدوا المقاومه الجزائريه وما اعترفوش بهم وما عندهمش الحق حتى في المغرب باش ياخذوا شي راتب ولا شي حاجه، وخلاو وراهم المشردين وضاعوا. وكيما وجده ضاعت لانها كانت تساند مدينه وجده، كانت تساند المقاومه الجزائريه وتم اهمالها لا من طرف فرنسا ولا من طرف السلطات المغربيه، لانها كانت تخشى ان يكون هناك تاججات نزاع ديال النزاعات. واليوم نتمنوا ان الاوضاع تصلح، اون دو اوبليي لاجيري لا ما تخون نوبلي. حنا ما كنعايروش الجزائر او كنسبوها، شحال واحد كيفاش يهدد العائله ديالي ليه ولا كنعايروش. حنا كنوضحوا كنعطيو اكاديميكمون دي زيكسبليكاسيون تو الموند كي بويس كومبروندر، الناس يفهمونا نهضروا عربيه فرنسيه كي بويس كومبروندر. Qu'on n'a jamais fait du mal à l'Algérie, et c'est toujours l'Algérie qui nous a causé beaucoup de troubles, l'Algérie qui a fait beaucoup de victimes parmi les Marocains, que ce soit les Marocains qui ont aidé l'Algérie pendant la guerre de l'indépendance d'Algérie, et que ce soit que après l'installation des réseaux communistes à Tindouf, qui s'est battu contre le Maroc. Plusieurs pays ont été là pour faire à genoux, mettre à genoux le Maroc, pour déstabiliser et pour faire éclater le royaume. Et créer de petits états au Maroc, créer plusieurs états, في الريف, في الجبال, في العربيه, في الصحراء, plusieurs états pour faire disparaître les dynasties marocaines qui existaient depuis 13 siècles. حنا عارفين هذا الشيء وعايقين به. المملكه كتبقى مع تبقى حيه وكتموت مع موت العالم، تيموت العالم ينفجر العالم كامل عاد تمشي المملكه من المغرب. هذا واش نقول لك، لان حنا كنربيو ولادنا على يردوا البال.
يردوا البال باسكو الناس ما باغيناش الخير، وهذوك اللي كتشوفوهم في المعارضه في المغرب هذوك الناس ما تعتبرهمش معارضه، هذوك ناس دي غاطي دي فينيون اللي كيبغيو الفلوس السهله كيعطيوها لهم باش يعيروا المغرب. سيتو اي سون بيي بور انسيتي لي ماروك ان نون اوكين ابارتنونس. هذيك الدوله من بعد ضربهم بالكلا وتلوحهم ان ابارتي ني او ماروك ني اوكين بيي، سي دي باتار بوليتيك نون با لا جينيتيك دي زوم دو فري. اما اللي كيعرف المغرب وفيه المغرب، حنا وصلنا للمشاكل، المشاكل كون عاود لكم المشاكل اللي وقعت لي انا في المغرب، وكنت قدرت تمشي للقنيطره ندوز فيها واحد 30 عام وما درت والو، وبارك ريسا جو سوي روفوني جو ريبري كونفيونس اون موا. حتى شي نهار نعاود لكم شنو وقع لي، شنو وقع لي كي دخلت للمغرب، وشكون وشنو حسبوني، كانوا حاسبيني اسبي زيفتوني لي زالجيريان باسكو سيتي بيزار واحد يسمح في الجيريا ليبوك باقي صغير عنده 17 عام ولا يدخل الجيري. وجافي دي زيدي بروغريسيس، كانوا عندي افكار شي اشتراكيه كذا، وجيتي ان بتي بو سينديكاليست، من بعد جي مي سوي ريكتيفيي. دونك سي با فاسيل، دونك بور شونجي de mentalité, pour changer de vision, il faut apprendre à savoir lire entre les lignes et chercher la vérité. Nous ne voulons aucun mal à l'Algérie, ni aux Algériens, mais notre mentalité est différente des Algériens parce que nous avons soumis un autre processus historique, durant des siècles, tandis que les Algériens, dès leur indépendance, ils n'ont pas laissé, les clans qui gouvernent l'Algérie n'ont pas laissé le temps, hein, le temps, l'espace aux Algériens de bien réfléchir, de choisir le régime, de choisir soit le libéralisme, soit le socialisme. Ils ont été pris à l'aveuglette, ils sont pris à l'improviste. Une fois, ils étaient très contents que la France était partie, ils faisaient confiance aux dirigeants. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'istiqlal, ou fait pour ou qu'ils ont fait pour l'Allah, ou l'Allah a 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 fait pour l'Allah, ou l'Allah تخونت لهم الثوره ديالهم، ترفدت الجزائريين الثوره ولاهم بالمروك. دابا المروك اللي يهضر معاهم يسبوه ويعايروه وكيقولوا ليه مروكي، عمرهم حاولوا يتصالحوا مع الذات ديالهم، يقولوا هذا المغربي شحال دار لينا. المغربي كان يخدم عندنا في الداليه، كان يقابلنا العنب، كان يقابلنا الغنم، كان يقابلنا الجبل، كان يبني لنا السكن ديالنا، كان يزخرف لنا الجوامع ديالنا. المغربي كان يحفر لنا البيار. المغربي كان يدير وكان يدير وكان يدير وكان يدير، يطلب منه الاعتذار ماشي طردوه. وكينوض يهضر على العمليه ديال الطرد وديال السرقه ديال الممتلكات ديالهم، تجي واحد يقول لك انت مروكي كتكذب. هنا دماغي كيتغسل. علاش كنقول لكم العقليه ديالنا بقينا محافظين عليها؟ العقليه ديالكم خونوها لكم نتوما فيكتيم ديال المسؤولين اللي خطفوا خونوا الثوره. ما عرفناش شكون هما المجاهدين اللي حروا البلاد فينا هما، تقتلوا وما ذكرهمش التاريخ. اما اللي ذكرهم التاريخ 5 و 6% اللي كيتي دي فري دي فري دي فري مجاهدين دي فري. هذا خاص بنادم يكون ريزونابل مع راسو، يكون ريزونابل، ماشي غير نهضر معاك تقول لي مروكي خانز، مروكي وتصور لي العمليه بوليزاريو ودير لي ليبرا، سا سا كوا سا. هضر معايا قول لي، يعطيني ليستواغ ديالك وقتاش دخلت لا فرونس، سو كي سي باسي اون لا فرونس، كي اس كي فيولي لي زالجيريان، كي في سوفخيغ العربي بن بهيدي، كي اس كي في سا، كي في تي مع ميروش، شنو وقع؟ ها سي با لي ماروكان، ماشي مغاربه. دونك فكروا مزيان. انا نهضر مع لي زالجيريان دابا اللي غير السبان والمعيور، اسكي نو بوف با شونجي دو ستيل لي سو كي كوموند لالجيري، لي جينيرو كي كوموند لالجيري. لو بلو جون إلا 75 عام، لو بلو جون. Le mineur, il a 75 ans. Et les vieux, ils ont dogmatisé, ils ont endoctriné, ils ont formé les élites qui vont mater à tenir la population algérienne et les laisser dans leur absurdité, parce que c'est une grande absurdité de s'en vouloir, d'en vouloir aux Marocains, les mastamrohom, madarulhom, madbohom, mahnom, madarumwalom, et d'essayer de les déstabiliser et de créer un état d'installer un état par force. À travers les armes soviétiques, au fond, le Maghreb est ailleurs. Alors que le Maroc n'a pas installé un seul opposant algérien dans la frontière pour tirer sur les Algériens. Le Maroc a toujours été en position de défense. Ok, est ailleurs. Où ils prennent ça pour ils ont expliqué aux Algériens qu'en quoi le Maroc n'attaque pas l'Algérie parce que l'Algérie c'est une puissance militaire. Ok, nous on a le Maghreb. دولة مسالمة، مملكة مسالمة عبر قرون، لا
هما قروها ان المغرب دوله استعماريه، بينما المغرب الدول اللي مشات لهم نهر السنغال هما اللي كانوا يبغيوها، كانت التجاره تمتد الى نهر السنغال، هما اللي كيطلبوا الولاء للزوايا. قراوا تاريخ الزوايا المغربيه، هما اللي كانوا كيطلبوهم حتى من السودان. سيروا سولوا كاع التوارق اللي كاع معاه يقريوكم على الزاويات، الزوايا المغربيه هما كانوا كيطلبوا، هما اللي نشروا الدين الاسلامي داخل افريقيا المغاربه، هما اللي نشروه وكانوا مطلوبين ومحبوبين، هما كيطلبوه. المغاربه ما دخلوش بالسلاح نهر السنغال، انتم كتقريو الجزائر كيقريو الشعب ديالهم ان المغرب دوله استعماريه ستحاول استعمار كذا او ترسي رجع تندوف او الصحراء الشرقيه. كانوا هناك اتفاقيات، والجزائر هي من خرقت جميع الاتفاقيات ولم تحترم لا جورة ولا نسوبيه ولا اخويه، والجزائري لا يتقبل هذا، هذا غير معقول. هنا العقول ديالهم فينا هما؟ ما عم تهضر تهضر معاه ينوض يعايرك، يبقى يشوفك شنو كدير ويعايرك يسبك. مروكي اش حبيت، هما عندهم معيوره مروكي بقاو شادينها. انا ما كنت عايرش، انا كنعطي، انا نعطي تحليل اكاديميك، انا ماشي جاي هنايا باش نحط واحد الاطروحه ديالي ونفرضها، كنخليها هكذاك اللي بغى يقبل ما بغاش يقبل. لارجيري زونيتي بريفي دو لا ليبرتي، تحرموا من الحريه ديالهم، مشات فرنسا جاهم استعمار اكثر من فرنسا، جات مشات فرنسا لو كان تفاهموا مع فرنسا ولاو دي فرانكو الجيريان ما يحتاجوش يحرقوا دابا فرنسا. 10 المليون اللي حرقت لها فرنسا، 10 المليون اللي حرقت لها فرنسا، اللي مات مات اللي وصل وصل. وجيسكا بريزون لارجيري مسهله الحريق من 6 ديال الباتيراس، من 6 ديال لي بارك ديال الفلوكات ديال لي باتيراس ديال لي زودياك، حتى 30 زودياك كيوصلوا في النهار، كيوصلوا لاسبان، حتى 30 وحده كتوصل، كيدخلوا تما كيدخلوا تما كيقولوا نو سون ماروكي 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 باش ما يشدوهمش. دونك تستقليتي من واحد البلاد وكتمشي تقلب عليها باش تعيش عندها سون بابي، تقدر تبقى 20 عام سون بابي، تي في تافي اون غازون لي ميغ ديما مخبي، تسنى واقيلا تتزوج ولا تمرض ولا طيح اكسيدون ولا يضربك طوموبيل، عادي ربما تاخذ الوراق ديال الطبيب باش دير الوريقات ديالك كيما داروا بزاف ديال الناس. مي دو فاسون تي ني با شي توا، تي دون ان بيي اللي كان مستعمرك وكان كيغتصب فيك ويغتصب لك في العائله ديالك، وما تعايرش وتعاير المغاربه اللي ما عمرهم تعداو عليك. انا نكمل هذا الموضوع هذا، ولا نعود في الموضوع ولا نعود في التراث، وغادي يكونوا فنانا معنا، والمواضيع ديالنا هي متنوعه، ونتمناو هذا الكونفلي اللي راه واقع ما بين اسرائيل وفلسطين ينتهي واحد النهار، وتطبق ديك الاطروحه ديال الدولتين يعيشان اثنين في سلام. تبارك الله عليكم، السلام عليكم.